الايفنت موديل احنا اتكلمنا عنه من شويه، اللي هو بتقدر تكليك على الزرار وتكتب الاكواد ويبقى كده الاكواد دي مرتبطه بالزرار ده مثلا. ده ابسط مثال واضح وصريح. فبيقول لي الايفنت بيزد موديل ان اي اس بي دوت نت از سيميلر تو ذات ذا كلاينت ابلكيشن، زي اي ديسكتوب ابلكيشن كنا بنبرمجه. طبعا عادي يعني تحس ان ايه الجديد يعني، بس هو عايز يستعرض يقول لك ان في حاجات ثانيه مشهوره جنبي زي البي اتش بي وزي الجي اس بي وما بيقدروش يعملوا الامكانيه دي. خلاص طيب اكزامبل اد ا باتن تو اي اس بي دوت نت ويب بيج اند رايت ان ايفنت هاندلر، يعني دوس دبل كليك واكتب الاكواد اللي انت عايزها فور ذا باتن كليكس ايفنتس. خلاص كده خلاص استعراض بارد بصراحه يعني. خلاص بس هو مهم جدا. توقع ان الحياه من غير كده لفه برضه يعني، الحياه من غير الحته دي طويله. خلاص ان اي اس بي دوت نت ويب بيجز ايفنتس اسوسييتد، يعني الايفنتس الاحداث اللي هي خاصه بالكليك والماوس كليك والماوس موف والكلام ده كله مرتبطه بالسيرفر كنترولز اوريجينيت اون ذا كلاينت بات ار هاندلد اون ذا سيرفر. يعني انت بتعملها كده بس هي في الاخر بتبقى مرتبطه، الكود ده بيبقى مرتبط بمين؟ بالسيرفر، بيشتغل على سيرفر. خلاص والكنترول اوتوماتيك لما بتداس عند الكلاينت بيسمع في السيرفر هنا بقى. يعني الزرار لما بيجي يعني خلاص احنا برمجنا الزرار خلاص، طيب مبعوثه البيانات عند مين؟ عند الكلاينت، الراجل يشوف البيانات. بس انت ما عند الكلاينت داس على الزرار يبقى طلب الاكواد اللي محطوطه عند مين؟ سيرفر. عند السيرفر يروح يشغلها. يعني برضه ما زالت بتتقسم كده، ما زالت بتتقسم كده. خلاص It is different from client based application. ده الكلام ده مختلف تماما عن client based application على فكره. وعايز اقول لك كده ان الموضوع ده ما تتلاش ان هو احنا خلاص وصلنا ان الاثنين بقى شكل واحد، بس هو في الحقيقه مختلف. بس هو في الحقيقه ايه؟ مختلف. Where the events are raised في مكان raised يعني تشغيله او انطلاقه. فبيقول لك ان هنا مختلفه اساسا في مكان حتى التشغيل. في الويب ابلكيشن التشغيل بيتم بكول على الكلاينت لكن بفاير عند مين؟ بشغل عند السيرفر. لكن في البرامج الثانيه مش كده خالص. خلاص؟ لا في نفس المكان، على البرامج الثانيه في نفس المكان، مطرح ما بتدوس ومطرح ما بيشغل وبعد كده ينادي بقى، شوفوا ينادي على ايه. خلاص؟ اند هاندل اون ا كلاينت ماشي. في الايفنت موديل ستيبس ايه الخطوات اللي بتمشي بيها؟ الايفنت موديل ذا ايفنت انفورميشن از كابتشرد اون ذا كلاينت، بتاخد منها. يعني عايز اقول لك ان ايه؟ هو ازاي الزرار لما يروح عند الكلاينت مش يبقى مكتوب كود؟ يعني دبل كليك على الزرار، انت كمبرمج دبل كليك على الزرار دخلت كتبت كود سي شارب، حلو كده؟ فبنحط اسس من غير ما نقول ايه هو كود السي شارب. ها؟ كتبت كود السي شارب عند السيرفر، فالصفحه اتعرضت عند اليوزر، راح عنده سي شارب خالص؟ خالص. لكن هو بيتكلم هنا على ايه بقى؟ ان بس لما تدوس على الزرار هيشغل كود السي شارب هناك، صح كده؟ يبقى في حاجه اتكتبت عند الكلاينت عشان لما تدوس هو يبقى عارف هو هيقول ايه هناك. خلاص كده؟ هي دي الحته اللي بيتكلم عليها دلوقتي هنا. فبيقول لك ايه؟ الايفنت انفورميشن يعني بعض المعلومات عن الايفنت المفروض يتنفذ بتكابتشرد، بتاخد منها معلومات كده وتحطها عند الكلاينت في ايفنت مسج از ترانسميتد تو ذا سيرفر، عشان هتتبعت الرساله دي للسيرفر، فالسيرفر ياخد المعلومتين اللي مكتوبين دول فيفهم هو هيشغل انه كود بتاع سي شارب. واخدين بالكم؟ اون ذا سيرفر. ثرو هايبر تكست ترانسفير بروتوكول، من خلال بروتوكول اسمه هايبر تكست ترانسفير بروتوكول، يعني اللي هو اتش تي تي بي. طبعا كلنا عارفين ما ينفعش محدش يكون عارف اللي هو اول اي موقع اتش تي تي بي نقطتين شرطه شرطه دبل يخش كده. اتش تي تي بي هنا هايبر تكست ترانسفير، ترانسفير يعني نقل، وبروتوكول يعني مجموعه من القواعد والقوانين اللي بتحكم تنفيذ شيء معين. يبقى مجموعه من القواعد اللي بتحكم تنفيذ صفحات ونقل الصفحات او نقل الصفحات على الايه؟ على الانترنت. ده البروتوكول ده. ذا بيج انتربريتس يعني تنفيذ او قرايه الاوامر اللي مكتوبه جوه الصفحه. ذا بوست تو ديترماين وات ايفنت اوكيرد يعني بتحدد الاوامر اللي مكتوبه جوه الصفحه، بتحدد انت هتنادي على مين من الاكواد الخاصه بالسيرفر سايز زي السي شارب او جاي شارب او زي الكلام ده كله. اند كولز ذا اي ابروبريت ميثودز وبتنادي على الميثود المرتبطه بيها ان ذا كود اون ذا سيرفر اللي هو موجود الناحيه الثانيه عند اللي هو زي السي شارب في الاي اس بي دوت نت تو هاندل ذا ايفنتس. فبقول لك الموضوع بيمشي كده مش هباء. خلاص اي اس بي دوت نت هاندل ذا تاسك اوف كابتشرنج، هي الاي اس بي دوت نت لوحديها هو بيستعرض هنا بقى الموضوع اللي احنا بنعمله كودنج في البي اتش بي والجي اس بي. هو بيستعرض هنا بيقول لك الاي اس بي دوت نت وانا هكمل، والجي اس بي بيهاندلز وبيعملوا هاندلز
للتاسك بتاع الكابتشرنج والترانسميتنج والانتربريتنج لوحديهم، وانت انت ولا انت جدال. خلاص كده يبقى الاي اس بي بتعمل الموضوع ده اللي احنا بنحكيه ده، بتعمله هي اوتوماتيك هي والجي اس اف. اما الجي اس بي والبي اتش بي بتضطر انت تعمل الموضوع ده يدوي كودنج. خدت لي بالك؟ خدت لي بالك يا فتحي؟ طيب الاستيت مانجمنت بقى موضوع مرتبط بالموضوع اللي هو الايفنتس. يعني الاستيت مانجمنت يقول لك هو عباره عن نيو انستانس اوف ا ويب بيج كلاس از كرييتد ايتش تايم ذا بيج از بوستد تو ذا سيرفر. بيقول لك هي ويب بيج واحده خلاص، بس انت بتعمل منها نسخه تبعت لي ونسخه تبعت لدوت ونسخه تبعت لدوت ونسخه تبعت لديت ونسخه صح. لا بدليل الصفحه اللي احنا اللي بتاعه النيوز فيد اللي احنا بنتكلم عليها بتاعه الفيسبوك، هي صفحه واحده، وهي صفحه واحده متبرمجه يعني، هي على السيرفر هناك هي صفحه واحده ليها كود خلاص، بس في الحقيقه بتعرض لكل واحد ايه نسخه انستنس من الويب بيج مختلفه خلاص كده. طيب ان تراديشنال ويب بروجرامنج، في الويب بروجرامنج العقيم خلاص، اول انفورميشن اسوسييتد، كل المعلومات مرتبطه وذ ذا بيج، مرتبطه بالصفحه او اند ذا كنترولز اللي موجوده في الصفحه، والكنترولز كمان اللي هي سواء كان تكست بوكس ولا زرار ولا اي حاجه في الصفحه، وبي لوست. في الحقيقه لما بتدوس عليها وتروح على السيرفر كل حاجه بتروح. ده في الايه، في صفحات الويب بروجرامنج اللي هو عايز يقول عليها التراديشنال، يعني اللي هي زي مين يقصد، زي الايه البي اتش بي والجي اس بي، عمال يزل فينا ماشي. وزيتش راوند تريب، في خلال اللفه اللي بتروح من الكلاينت للسيرفر ويرجع دي، كل البيانات بت ايه بتلوست بتسقط، الا لو انت بقى كاتب كود تاخدها قبل ما تسقط وتحطها تاني في الكنترول خلاص كده. ايه and a from the server ماشي. example if the user enters information or دخل into text box that information would be lost، او لما تراون تريب تلف اللفه وروح على السيرفر ورجع الكلاينت ومش عارف ايه، from browser to server كل البيانات دي بايه بتفقد. ده المثال ماشي. في الاستيت مانجمنت الاي اس بي دوت نت ستيت مانجمنت ريفيرز تو، بتشير الى several client side and server side options، خواص كتيره موجوده على الكلاينت وعلى السيرفر. المهم في الاي اس بي دوت نت ستيت مانجمنت ريفيرز تو ذا سيرفر كلاينت مش عارف ايه ماشي. اوبشنز ار افيلابل تو هيلبس يو بريزيرف الداتا، عشان تقدر تحافظ على البيانات، اون بوز بير بيج اند ايه ان ابلكيشن وايد بيزكس او بيزس ماشي. كلاينت سايد اكزامبل بيتكلم على كلاينت سايد، يقول لك ان في طرق كتير بيقدر يحافظ بيها على الستيت مانجمنت، في حاجات بتاع كلاينت سايد وفي حاجات على السيرفر ايه. فبيقول لك مثلا في على كلاينت سايد حاجات بتسيف البيانات زي ايه؟ في حاجه اسمها فيو ستيت، في حاجه اسمها كنترول ستيت، في حاجه اسمها هيدن فيلد، في حاجه اسمها كوكيز. ما يهمنيش تعرفهم دلوقتي، لكن دول انواع من انواع اللي بتحفظ البيانات وبتحافظ على حاله البيانات، بس على مين؟ على الكلاينت. لكن كل واحده من دول ليها قصتها بس مش عايز اشرحها دلوقتي، لكن تبقى انت بس عارف ان دول في انواع دي بتحافظ على البيانات على الكلاينت، في انواع ثانيه بتحافظ على البيانات بس لك عند السيرفر. زي ايه؟ قال لي في حاجه اسمها ابلكيشن ستيت، في حاجه اسمها سيشن ستيت، في حاجه اسمها بروفايل، في حاجه اسمها داتابيز. كل دول حاجات بتسيف البيانات على مين؟ على السيرفر. يبقى في حاجات انواع من هنا وفي انواع من ايه؟ من هنا. ما تختصرش مخك على مكان واحد بس. طيب في الستيت مانجمنت هنا فيو ستيت مثلا، فوق يا نهار ابيض ده هيتكلم على واحده واحده، انا حبيت اجريهم وهو جاب، هيتكلم على واحده واحده. مثلا بيقول لك مثلا في حاجه اسمها فيو ستيت، ده نوع من انواع اللي بيشيل بيانات خلاص. بيقول لك بيستخدم امتى مثلا فيو ستيت، هو بيحب بيوضح لك الموضوع يعني. فبيقول لك يوز وين ستورنج ا سمول اماونت اوف انفورميشن، يعني الفيو ستيت ما بيقدرش يشتغل مع البيانات الكبيره، بيشتغل مع حاجات بيانات صغيره كده. For a page that will post back to itself، يعني بيحتفظ ببيانات. احنا خدنا كده معلومتين مهمين جدا على فيو ستيت. يا ابني انت بقى مش معقوله شغل اطفال. فالفيو ستيت خدنا منه معلومتين، اولا بيشتغل مع بيانات قليله، ثانيا مع نفس الصفحه منها فيها،
ما بيقدرش يشتغل على صفحه لصفحه ثانيه وما بيقدرش صار نفس الصفحه منها ايه منها فيها الفيو ستيت بروبرتي بيقول لك ان في الاي سبريت نت كود اسمه فيو ستيت بروفايدز ا ستراكشر فور ريتيننج فاليوز بيديك بناء بيحتفظ بالبيانات بتوين مالتيبل ريكويستس يعني ما بين رايح جاي على سيرفر وكلاينت رايح جاي على سيرفر وكلاينت رايح جاي على سيرفر وكلاينت بس سيم بيج مع نفس الصفحه بيقدر هو دي مهمته لما يكون عايز تشيل بيانات رايح جاي في نفس الصفحه والبيان ده انت عايز تحتفظ بيه بشكل مستمر وهو رايح جاي يبقى الفيو ستيت حل جميل جدا لو كانت البيانات صغيره خلاص كده هو ده المشكله يعني مثلا تعال نشوف نبص بصايه على من فايل نيو ويب سايت وهوقف شرح في الفيو ستيت بس بعد المثال ده عشان يبقى شفنا امبتي ويب سايت احنا عندنا امبتي ويب سايت شيء موجود صح بلاش نعمل واحد جديد خلينا في اللي احنا كنا عاملينه يعني عندنا اتش ام ال بيج واتش ام ال بيج 2 وستايل شيت صح هاجي المره دي من قائمه ويب سايت اد نيو ايتم عايز اضيف ايتم بس المره دي ولا هو ويب بيج ولا هو ستايل شيت ولا هو ستايل شيت امال هو عباره عن ايه قلت له ويب فورم قال لي يعني ايه ويب فورم قلت له يعني ايه اس بي دوت نت ويب فورم ايه اس بي دوت نت ايه حتى تلاحظ ان هو سماها لك ديفولت دوت اي اس بي اكس اكس دي عشان دوت نت يعني غير الاس بي كلاسيك خلاص فسماها ديفولت وقال لي تحب ابليس الكود ان سيبريت فايل يعني خليك كود السي شارب لوحده وكود الصفحه الاتش ام ال والسي اس اس والجافا سكريبت لوحده عشان دول بتعرضوا عند كلاينت دول بتعرضوا عند السيرفر فما لخبطكش عايز كده ماشي عايزهم على بعض ماشي تعرف الاثنين وبعد كده تشتغل على ايه على كل واحد لوحده احسن خلاص لكن ساعات بنزنق لدي وساعات بنزنق لدي ساعات بيبقى مضطر ان انا احطهم كلهم في صفحه واحده عشان عايز اعمل كذا مش عايزين ما نخش في ال يعني مثلا عايز اعرف متغير فوق واحط قيمته في 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 عنصر واطبعه في حته وازود قيمته من حاجه ثانيه في نفس الصفحه ما انت عايز يمشي مع الصفحه مش عايزه بعد ما يخلص او معامل عمليات معينه لا ده انا عايز ايه هو بيترجم الصفحه او معامل هنا حاجه وهنا حاجه وهنا حاجه وهنا حاجه فاضطر امشي مع صفحه واحده واحده ماشي على العموم هقول له اد عمل شويه اتش ام ال فاضيين اهم هتوري صفحه الاي اس بي دوت نت هنا خلاص كده ممكن سيادتك مثلا تروح بالتول بوكس وتقوم منزل زرار تخش على ستاندرد وتقوم منزل ايه؟ هو في السوليوشن بيكون بطل. عاملهم فولدرات نعم؟ السوليوشن بيكون عاملهم فولدرات فيو ولا كنترول ولا كل بعض لا هنا هو بيبقى عاملهم على بعضهم هو عادي لو انت عايز تقسمهم فولدرات قسم انت هو حاطط الاي اس بي دوت نت ويب بيج ولا الاتش ام ال بيج ولا الاتش ام ال 2 ولا ستايل شيت ولا الملف اللي احنا ما عرفناش هو بيعمل ايه هيجيب سيرته اكيد طبعا خلاص لكن يمين في صفحه الديفولت دي اللي هي اس بي دوت نت اهي في زرار بس الزرار ده مش اتش ام ال على فكره ده اي اس بي دوت نت ولسه هيتكلم هو عليه اكيد برده مش هيسيبه لنا يعني بيتكتب بكود اس اس بي هيبقى هيتكلم عليه كمان شويه لكن انا عايز ادوس دبل كليك هيقول لي اكتب الكود بتاعك هنا في البروتكتد فويد باتن 1 اندر سكور كليك وعمل لي كود اكني بكتب ايه عادي اكني بكتب ايه فاقول له مثلا ريسبونس يعني في الرد دوت رايت اكتب في الرد بتاعك هلو لما يدوس على الزرار صح كده هسيب اول بس خد بالك من هنا في صفحه عرض وفي صفحه كود ها صفحه عرض وصفحه كود لو انت عملت صفحه العرض كليك كمان وتقول فيو ان براوزر طبعا خد بالك ده الايفنت موديل اللي هو دوسنا دبل كليك وكتبنا حاجه وريسبونس هو اللي كان بيتكلم عليه ريسبونس وريكويست صح في ريسبونس يعني في الرد يعني لما تيجي تعرض عند اليوزر اكتب له هلو فلما يجي يدوس على الزرار كده وكتب لي كلمه ايه طبعها كده كتبها كده على الحيطه كده ملوش دعوه باي حاجه خلاص كتبها زي ما انت قلت له وخلاص ده الايفنت موديل اما لو انت هتكتب بيانات يعني مثلا في هنا تكست بوكس مثلا طبعا هو اكيد اسمه تكست بوكس واحد دلوقتي خلاص عايز اكد على المعلومه الاول لو عملت سيف ورجعت هنا على الويب بيج بتاعتي عملت ريفريش ادي في تكست بوكس اهو صح لو كتبت فيه احمد ودوست على الزرار دلوقتي اول مره يطلب اهو دوست انتر هنا كده دوست كتبت العنوان كده كتبت العنوان كده اسمه ايه؟ اول مره مش از بوست باك مش بوست باك خالص لو كتبت كده مثلا كلمه احمد ودوست على الزرار هيبقى از بوست باك صح؟
هيطلع لك كلمه هلو اه بس ما زال كلمه احمد موجوده صح. هي دي اللي بيتكلم عليها. طيب حاجه ثانيه عايز اكد عليها، لو انا عايز اقول له هلو احمد طبعا ممكن اخش تحت الزرار واقول له في الرد بعد كلمه هلو هات لي اللي مكتوب جوه التكست بوكس اللي اسمه ايه تكست بوكس 1 دوت ايه دوت تكست. خلاص اسيب اقول وارجع اعمل ريفريش او اطلب الصفحه طلب اول وكتبت احمد دوس على الزرار قال له احمد بدون ما استفاد زي ما انت طلبت. حلو. الفيو ستيت بقى لو انا مثلا قلت له اكتب رقم وداس ولك هلو 1، لو انا عايز اخد الرقم ده احطه في حاجه واشتغل عليه وما عرضهوش فاهمين حاجه؟ واشتغل عليه في حاجات ثانيه واعمل مش عارف ايه والكلام ده كله، بس كل دوت كلام في المخفي في الايه؟ بشتغله بحاجه اسمها فيو ستيت. الفيو ستيت بعملها ازاي؟ بقوم جاي هنا يعني مثلا قلت فيو ستيت بكتبها كده وسميته مثلا النيم، وسميته مثلا مين؟ النيم. وقلت بيساوي التكست بوكس بوكس واحد دوت ايه فكده انت شلت صوت انت شلت القيمه اللي موجوده في التكست بوكس حطيتها في متغير عادي، بس المتغير ده نوع خاص قيمته ما بتفقدش، قيمته لا تفقد. خلاص طول ما انت رايح جاي من على السيرفر قيمته لا تفقد، طول ما انت رايح على السيرفر في نفس البيج في نفس الايه البيج. طيب الدليل ايه؟ لو انا عملت تكست بوكس اهو واحد دوت تكست وخليته بيساوي فاضي ايه اللي هيحصل؟ امسح اللي موجود في التكست بوكس صح كده؟ ما ينفعش اقول له بقى هلو اللي موجود في التكست بوكس، لو قلت له هلو الموجود في التكست بوكس هيقول له هلو فاضي لان التكست بوكس فاضي. لكن ممكن اجيبه من مين؟ من الفيو ستيت. ممكن اجيبه من الفيو ايه؟ من الفيو ستيت. طيب ماشي. خد بالك باش انا افهمك يعني ايه ويب ابلكيشن، المثال ده يوضح لك اللعبه قوي عشان تفهم يعني ايه مراحل ويعني ايه رايح جاي على السيرفر مش هزار. نعم. انا جاي لك اهو، انا هكتب اسمه ويدوس على الزرار المفروض اسمه خلاص احنا مسحناه صح كده؟ وحش معايا مسحناه مسحناهوش؟ مسحناه. انا مش عايزه يكتب اسمه تاني بس يفضل محتفظ باسمه عشان اعمل بيه حاجه ثانيه مثلا. فممكن عشان اعمل حركه زي كده اقول له امتى ياخد اللي في التكست بوكس ويحطه في الفيو ستيت؟ لو كان التكست بوكس مش فاضي مش ايه؟ فاقول له اف ان مثلا التكست بوكس واحد دوت تكست طول ما هو لا يساوي فاضي يعني مكتوب جواه حاجه يبقى خد اللي مكتوب وحطه جوه الفيو ستيت. طب لو ما كانش فاضي، لو كان فاضي زي ما احنا مسحنا هيفضل الفيو ستيت محتفظ بالبيانات طول ما انت رايح جاي محتفظ بالبيانات. يعني مثلا نوضح نجرب ونوضح واحنا بنجرب. اول مره اول طلب خالص تك اول طلب خالص مفيش اي حاجه تتنفذ خلاص كده. حلو. لما اكتب هنا احمد وهدوس على البطن ايه اللي هيحصل؟ التكست بوكس مش فاضي فهياخد كلمة أحمد ويحطها جوه الفيو ستيت اللي اسمه نيم، حد معترض؟ بعد كده هيفضي التكست بوكس يعني هتشال من هنا كلمة إيه؟ حلو أوي. بعد كده هيكتب هلو مسافة واللي متخزن جوه الفيو ستيت اللي هي كلمة أحمد. دوس. كلام جميل. هلو أحمد. لا خد بالك بس من اللقطة. تاني دوسة الموضوع مختلف. ليه؟ لأن هيخش يلاقي التكست بوكس فاضي. فمش هيجي جنب اي حاجه خالص، بس مازال الفيو ستيت محتفظ بالقيمه وانت رايح جاي، مع ان القيمه اختفت اهي. خلاص؟ والتكست بوكس هيخليه فاضي، ماشي، بس هيطبع هلو المفترض يطبع هلو احمد، لان الفيو ستيت مازال محتفظ بكلمه احمد جواه، خلاص كده؟ فلو جه هنا ودوس على الزرار هيقعد يقول لك هلو احمد مهما رحت ومهما دوست. خلاص؟ لو سبيس هيعتبرها قيمه ويطبع هلو مسافه. فالسبيس قيمه فيعتبرها مسافه، فيطبع هلو مسافه. خلاص كده؟ اما لو قلت علي فالتكست بوكس مش هيبقى فاضي فهياخد كلمه علي ويحطها في الفيو ستيت ويبدا بقى يحفظ علي ويبدا شغال بعلي. خلاص كده؟ اهو.
خلاص بقى يفضل بقى شغال بعالي مش هيسيب عالي. الفيو ستيت ده قيمه بتسيء، احنا قلنا فيو ستيت كان نوع من انواع كلاينت سايد مش انواع سيرفر سايد، صح؟ ايه دليلي؟ لو جيت عملت كليك يمين وقلت له فيو بيج سورس كده، طبعا اكواد كتير جدا مش دي اللي احنا عملناها، بس خد بالك كلمه هلو علي اتطبعت فوق بعيد عن الصفحه اصلا، لان ريسبونس دوت رايت اطبع في الكتاب قام طابع على طول في الهواء كده في الشارع من غير الاتش تي ام ال والهيد والبادي ومفيش، اطبع في قام طابع. لا احنا ممكن نحسن العرض ونعرض في مكان، نحط ليبل مثلا ونعرض في الليبل فيبقى في مكان معين بس مفيش وقت كمان. هتلاقي ادي الفيو ستيت اهو شايفين، وعباره عن حاجه ايه؟ هيدن، وعباره عن قيمه هيدن واتحطت جوه الصفحه على الكلاينت، يعني البيانات بتاعته متسيبه على الكلاينت، بس هو بيستخدم اسلوب تشفير. بص شفر كلمه عالي في قد ايه؟ دي عالي على فكره. قابلني بقى. يبقى قابلني لما فك التشفير دي، التشفير دي. حتى لو فكيته هتاخد وقت اصلا على ما تحسب حساباتك والبتاع عشان تعرف تطلع كلمه عالي في الاخر. هيكون ساعتها الراجل قفل الموقع ونحن فمش عايز اخش في التشفير لان في انواع وفي كلام منه. المهم يبقى احنا كده اتكلمنا على الفيو ستيت وازاي بيحفظ المالتيبل ريكويست في السيم بيج. طبعا لو من صفحه لصفحه الفيو ستيت ما يقدرش ما يتشافش، اخره صفحه واحده بس. فبيقول لي وين ذا بيج از بروسيسد، مش عارف ذا كارنت ستيت، الحاله الحاليه اوف ذا بيج اند كنترولز از هاشد انتو سترينج، بتتسايف كلها كسترينج ورا بعضها خلاص، اند سيفد ان ذا بيج از ا هيدن فيلد، وبتتسايف يعني هاشد بتتكود كده وبتتسايف في نفس الصفحه في هيدن فيلد زي ما احنا شفنا من شويه خلاص. وين ذا بيج از بوست باك، لما تتعاد تاني تو ذا سيرفر ذا بيج ايه بارسز ذا فيو ستيت سترينج، بياخد بقى السترينج اللي مشخبط ده ويرده لاصله. صفحه الاي اس بي بتعمل كده وترد الاصل وهي اللي بتترغي خلاص. اد ذا بيز انيشاليزيشن، في مرحله انيشاليزيشن وبيرستور وبيرجع بقى البروبرتي انفورميشن في الصفحه زي ما انت عايزها اللي هي كلمه عالي لما تعرض بيرجعها بالشكل ده خلاص. وكده هو اتكلم على البي على الفيو ستيت. فبيتكلم بعد كده على الكنترول ستيت، والكنترول ستيت احنا عارفينه ان احنا لما كربنا لو تفتكروا في التنفيذ بتاعنا لما كربنا كلمه احمد وكان تحت كود ما بيمسحش، كنت مهما تدوس على الزرار بتفضل كلمه احمد مكتوبه جوه التكست بوكس، دي معنى كلمه كنترول ستيت، دي معنى كلمه كنترول ايه؟ كنترول ستيت. فبيتكلم عليها بيقول لك يوز وين ستورنج سمول اماونت اوف ستيت انفورميشن، طبعا برضه ما زالت بتستخدم في بيانات قليله ما بيبقاش بتستخدم في البيانات الكبيره قوي، فور كنترول لكنترول واحد بتوين راوند تريبس تو ذا سيرفر، منك وانت رايح جاي على السيرفر. You need to store control state data for control to work properly، يعني عشان تقدر تستخدم على الخواص بتاعتك تفضل محتفظ بالقيمه بتاعتك عشان تقدر تستخدم الخواص اللي موجوده في اي وقت من الاوقات. The control state property خاصيه اسمها control state allows you to a persist property information، تقدر تاخد منها او تحط فيها قيمه من من الخواص اللي موجوده في 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 الزراير ذات از specified to a control. And it cannot be مش عارف turned off like view state property can. مش هتقدرش تحفظ بالبيانات حتى لو انت بتشفرها والكلام ده زي الفيو ستيت. هديك بس مثال بسيط جدا عشان اوضح الحته دي. ادي اتش تي ام ال بيج اللي احنا كنا عاملينها زمان فاكرينها؟ هوريك دلوقتي تكست بوكس معمول بالاتش تي ام ال. احنا عرفنا التاج اللي هو البي والبريك صح؟ تعالى في تاج اسمه انبوت، في تاج اسمه ايه؟ انبوت، وحدد النوع بتاعه ان هو تكست، ان هو ايه؟ تكست بوكس يعني. واقفل كده. لو جينا رنينا الصفحه دي او هي متهيألي معمول لها رن هنا باين. لا هنا باين. اهو. تكست بوكس صح كده؟ واكتب احمد ودوس انتر. مفيش زرار ندوس عليه انتر، طب ما تعمل لنا الزرار يا عم. هقول له كده. انبوت برضو بس التايب بتاعه سبميت. دي معناها اظهر زرار تشغيلي، اظهر زرار ايه؟ تشغيلي. خلاص تعالى نعمل ريفرش في الصفحه بتاعتنا، بقى في ادي كده ادي احمد، تعالى ندوس على الزرار وخد بالك اللي هيحصل ايه؟ ما هو مفيش ريكوست هنا صحيح للصفحه، يعني الزرار ما بيشتغلش، لكن ده لو كان بينادي على اي حاجه على السيرفر كنت هتلاقي كلمه احمد ايه اللي حصل فيها؟ هتلاقيها اتمسحت. لو راح على السيرفر بس كده هتلاقي كلمه احمد دي هتطير. خلاص؟ مش هتفضل موجوده. مفهوم يعني احنا عايزين نقول ايه يعني؟ بعد كده هيخش على الابلكيشن ستيت،
بس الابلكيشن ستيت ده بيشتغل على السيرفر ما بيشتغلش على مين؟ على الكلاينت. على الكلاينت. يعني في حاجه اسمها سيشن ستيت وفي حاجه اسمها ابلكيشن ستيت، هنقولهم بالمره. انا عارف ان دلوقتي هتحس ان انت ايه بس انا لسه عشان طبعا ما انطلقتش في الاي اس بي دوت نت، لكن لو انطلقت هتلاقي الكلام ده بيريحك جدا ونفسك بقت مستريحه. خلاص؟ لكن انت دلوقتي اعرفهم بس عشان تبقى انت عارف يعني ايه ابلكيشن ستيت ويعني ايه سيشن ستيت. فبيقول لي مثلا الابلكيشن ستيت ده باليوز وين ستور انفريكوينتلي تشينجد، يعني بتحط جواه بتخزن بيانات ما هياش بتتغير بشكل مستمر. جلوبال انفورميشن معلومات عامه. فالغرض الرئيسي هنا بيقول لك جلوبال انفورميشن المعلومات العامه دي ذات از يوزد باي ميني باي ميني يوزرز. خد بالك بقى هنا بيتكلم على معلومات بس في هنا شكل مختلف للابلكيشن ستيت عن الباقي. الابلكيشن ستيت بيشيل معلومات لمجموعه من اليوزرز، مجموعه من اليوزرز. يعني توقع مثلا زي عداد، زي العداد. يعني ايه العداد؟ احنا وقت ما كنا نخش يوزر جديد على الصفحه يبقوا اثنين، نخش يوزر ثاني يبقوا ثلاثه، نخش يوزر ثالث يبقوا اربعه، صح؟ المعلومه دي معلومه شيرد. يعني ايه شيرد؟ يعني معلومه مشتركه ما بين اكثر من يوزر. خدت بالك انت الموضوع مختلف خالص عن مين؟ الفيو ستيت. لان الفيو ستيت هنا لما كان بياخد قيمه عالي، لو في نفس الوقت حد تاني قاعد فاتح نفس الصفحه وكتب اسمه محمد، هيبقى الفيو ستيت شايل عند علي علي وشايل عند محمد ايه؟ محمد. ده نسخه ودي نسخه ايه؟ مختلفه. لكن الابلكيشن مش كده. الابلكيشن واحد وكل اليوزرز بيشتركوا ايه؟ بيشتركوا فيه. وبرضه بيقول لك does not store large quantities of information، يعني برضه ما يقدرش يشيل كميات كبيره من البيانات في الابلكيشن ستيت. الاي اس بي دوت نت بروفايدز ابلكيشن ستيت، بتديك ابلكيشن ستيت فيا ذا اتش تي تي بي ابلكيشن ستيت كلاس. في كلاس ممكن تعمل منه اوبجكت اسمه اتش تي بي ابلكيشن ستيت، واتفقنا ان دي مهمته ان المعلومات شير مشتركه ما بين كل اليوزر، بيبقى مشترك مش كل يوزر ليه بياناته الشخصيه، لا ده بيان مشترك ما بينهم كلهم. ودي حته طبعا مهمه ما بيعرفش يعملها غير الابلكيشن، حته مهمه ما بيعرفش يعملها غير الابلكيشن او الداتابيز. خدت بالك؟ فهو مهم يعني. خلاص؟ طيب وبرده الكلاس ده ميثود اوف ستورنج جلوبال ابلكيشن سبيسيفايد انفورميشن ذات از فيزابل تو ذا انتاير ابلكيشن، وتبقى ظاهره لاي حته في الابلكيشن، يعني مش مختصه بصفحه واحده بس. يعني تقدر خلاص المعلومه دي مشتركه وما بين كله تقدر تعرضها في اي ايه؟ في اي صفحه زي ما انت عايز. يعني تدي له امر هو يعرضها في صفحه او في اكتر من صفحه، مش اي مشكله خالص. فطبعا خد بالك من الامكانيات. يعني ستور ابلكيشن سبيسيفيك فاليوز، يعني المعلومات الخاصه بتخزن معلومات خاصه بالابلكيشن الابلكيشن ستيت which is then managed by the server. خد بالك ان المعلومه هنا بتدار من خلال السيرفر، عشان كده يقدر يدعم اكتر من كلاينت. لو كانت تخص كل كلاينت لوحده زي الفيو ستيت، فكان كل كلاينت ببياناته، كل كلاينت بايه؟ ببياناته. لكن هنا السيرفر هو اللي قاعد، هو اللي بيمانج كل الايه؟ كل اليوزرز اللي موجودين. اما اخر نوع من انواع الستيتس اللي هنتكلم عليها السيشن ستيت، ودي السيشن دي بتستورنج شورت لايف انفورميشن. يعني ايه شورت لايف؟ يعني معلومات هتشيلها لوقت معين وبعد كده تفقدها. يعني انا عايز المعلومه دي شويه. السيرفر على السيرفر. لا مش على السيرفر، على الكلاينت. بس هي مانجد باي السيرفر. يعني هو انا عارف، انا فهمت هو يقصد ايه، هو سال السؤال بس هو كان يقصد هيبقى اليوزرز كلهم ولا يوزر واحد، يعني هتبقى مشتركه ولا السيشن مختص كل واحد لوحده. خلاص بس اللي بيديرها مين؟ السيرفر بس، كل واحد ليه سيشن خاصه بيه. خلاص؟ زي ايه مثلا؟ اشهر حاجه ان احنا بنعمل سيشن دايما لحركه الماوس، بحيث لو حركه الماوس بتاعته ثبتت الاكس والواي بتاعها ثبت تلت ساعة مثلا وجه يستخدم الصفحة، فنخليه يخش لوج من اول وجديد، بنخرج بره لوحدينا. خلاص ده مثلا مثال من الامثلة. فانت عايز تحافظ على الاكس والواي لمدة معينة، وقت معين، واول ما الوقت ده ينتهي المعلومة دي تروح، تقول له معلش روح انت كمان ايه اشتغل من بره. خلاص كده؟ فهي معلومة بتتشال لفترة وبعد كده انت ما انتش ايه؟ ولا انت هتخزنها في الداتابيز ولا عايزها ولا اي حاجة، بس انت كل فترة بتتشيك على الايه؟ على السيشن ده. الاكس والواي مسجلين جواه، لو لقيتهم مش مسجلين جواه معناه ان هو عدى تلت ساعة والبيانات اتشالت من الذاكره، يبقى لا معلش مع السلامه، هي افصله. خلاص تلت ساعه ده الديفولت. تلت ساعه فعلا بتشيل البيانات، تلت ساعه ده الديفولت. لكن ممكن انت تزود او تقلل بناء على ايه؟ على وجهه نظرك انت. يعني ممكن تخليه اكتر وممكن تخليه ايه؟ اقل في الوقت يعني. خلاص
And هو بيقول لك ان هو specific to an individual session, يعني كل واحد لخاص بالسيشن بتاعه. And security is an issue, ومن اهم المواضيع اللي مهتم بيها السيشن ان security صعب جدا انك تضرب السيشن, على الرغم انك ممكن الجو ستيت في اكواد ما يمس انا ممكن احللها واجيب منها معلومة او ممكن احاول افكها خلاص. الكنترول ستيت ممكن العب عليها, الهيدن ممكن العب عليه, كل حاجة فاكر. لكن ده من اهم حاجة اللي فين هو السكيور جدا, ان هو ايه سكيور جدا خلاص. برضه بيقول لك الاي اس بي دوت نت بروفايد سيشن ستيت زي كل الباقي خلاص, which is available as زي HTTP session state, في كلاس اسمه HTTP session state ممكن تشتغل بيه, as method of storing session specific information, وفيها method بتسيف البيانات يا ولا, that is visible only within the session خلاص, بتشاف بس بالسيشن. Store session specific values and objects, يعني خد بالك ان هو session ما بيشيلش بس كلمتين, ممكن يشيل object من كلاس, شايل معلومات مختلفة خلاص. In session state which is a is then managed by the server, خد بالك هي بتظهر من خلال السيرفر and available to the browser or client device, لكن هي مختصه بكل ايه جهاز بيعرض النتيجه وحده. ده كان السيشن, برضه هيتكلم على السيرفر سايد والكلاينت سايد, يعني انا بيتكلم على الكلاينت سايد فيرسس السيرفر سايد, واحنا اتكلمنا على الكلام ده, بيتكلم على اليو ار ال وازاي, ونوت ان الكلاينت بيضرب ويطلع ريكويست والسيرفر يشتغل ويبعت, الكلام ده كله, الكلام ده كله بالنسبه لنا خلاص احنا ايه قرناه قبل كده وعارفين هو بيشتغل ازاي. طيب كويس, بعد كده السيرفر سايد سكريبتنج, بيقول لك سيرفر سايد سكريبتنج زي الاس بي دوت نت والاس بي والبي اتش بي والكلام ده كله قرناه, وبجنريت الويب بيج مش عارف ايه, اول داتا مش عارف ايه, مفيش معلومه جديده, مفيش معلومه جديده, مفيش معلومه جديده, حتى نفس الامثله اللي تحت, نفس الامثله اللي تحت هي هي خلاص. عايزين بقى كده الدماغ كله كده. الكلاينت سايد سكريبت ما اعرفش ما اتكلمناش عليه المره اللي فاتت والله, هو بالظبط, حتى هو بيقول لك if the user forget the enter his or her full name او miss spelled the email address, هو نفس الايه نفس الكلام اللي احنا شرحناه قبل كده. وبكده الليسون اوفر فيو ريفيو بيقول لي اهم حاجه تبقى what is the page life cycle, تبقى انت عارف ان الصفحه بتمر بمراحل خلاص. يعني انا بس عايز بس كمثال عايز اقول ان انا ممكن في البرمجه بتاعت صفحه الاي اس بي دوت نت بتاعتنا دي دبل كليك في اي حته فاضيه كده هتدخلني في حاجه اسمها بيج ايه بيج لود, بس مش دي الوحيده, احنا عارفين برضو ان في اول برو تكتد فويد انا بعملها بايديا, وفي عندي حاجه اسمها بيج اندرسكور ان لود ولا ايه صح ولا ايه, طبعا بس لازم ابعت لها البارامتر اللي هو اوبجكت وايفنت ارجس, يعني ما اتكلمتش عنهم بس هم لازم يتبعتوا الى اخره. وفي ريندر بيج اندرسكور ريندر, وفي بيج كل واحده عرفنا بيحصل فيها ايه صح, كل واحد المفروض عرفنا الستيب بتاعتها ايه, بس طبعا احنا مش مطالبين قوي ان احنا نبرمج فيهم بالتفصيل دلوقتي, لكن عرفنا ان كل واحده من دول ليها ايه ليها معنى في الايه في اللايف سايكل. فبقول لك ليست سام اوف ذا ستيبس, اديني كده خطوتين ثلاثه كده من اللي بيحصلوا, طبعا الانيشلايزيشن او الستارت والانيشلايزيشن وال يعني كان قلنا خطوات كتير منهم. وات از ذا ايفنت موديل فور ا ويب بيج, الايفنت موديل ده اللي هو عباره عن ايه, بتكليك على العنصر فيبدا يشغل اكواد معينه. What does web page state management refer to, يعني ايه اصلا state management. وفي الاخر بيقول لك list some techniques, اديني شويه techniques. احنا قلنا طبعا الايه الابلكيشن ستيت والسيشن ستيت, وقلنا الايه الكنترول ستيت, والكلام ده كله فور مينتيننج ستيت. Give an example, اديني اي مثال of client side and server side programming. طبعا client side programming زي الجافا سكريبت, server side programming زي السي ايه زي السي شارب. ممكن اكون خلصنا الدرس ده.